الاعتصام الرسمي في المنستير اللي هو سلمي. سمحني المحامين عندهم برشا سوابق مشاركين في الدوره ومشاركين برشا حاجات. اليوم في اعتصام على حاجات عندهم سوابق باهيه برشا يا سيد وزير. الا ندخل في جوهر الموضوع. قانون ماهوش مفصول على اللي كان يحكي فيه خونا حاتم حرزل، جزء اللي يتجزا منه سيد الوزير. صلاح بالله ثقه برك الصلاح، سيد المحامي هذا في عهد البائد هذا فك قضيه نتاع ترابلسيه وتوا ماشي انا ماهوش توا نسمو احنا في راي قانوني. سيد الوزير جزء يتجزا علاش؟ على خاطر اللي قالوا هو واقع حقيقي يعيشوا فيه هما، يتألموا منه هما يوميا، والمعاناة الكبرى عيش الخيمة لهنا برجالها وبنسائها. ونزيد نأكد أنا فوجئت في الخيمة هذه على مدى 9 أشهر الآن بنسبة كبيرة ياسر من النساء. ورينا يا سيد الوزير وهذا تعدى في القنوات الوطنية أطفال بالمئات حلوا بالخيمة هذه، عداتهم قناة الوطنية 2. والأطفال هذوما يا سيد الوزير أنا نجم نتفاهم حتى حصل لك بكاء، لأن نعرف البكاء بتاعه بكاء رجال الشهاب. البكاء علاش يا سيد الوزير؟ سامحني يا شمع، حتى نذكركم راهو اللي يعمل حس ولا يعيط راهو قاعد يعطل فينا ويبعد فينا على الحل. هذاك اش قاعد يعمل؟ لا هو قاعد يدافع على رأي ولا باش يقنعنا بحاجه. الافضل نسمع هنا بالواحد بالواحد، نسمع فيهم كل واحد نخليه له تركيز باش يقول الكلام اللي حاسه باش يقول. واللي عنده هذا شيء اللي عنده راي دون كملوه نسمعوه ما تخافوش. فرحانين برشا وجوه عندنا 11 عام ويتعاملوا معنا تراك وريناهم اليوم. يعرف سيد الوزير، يعرف البيوع، يعرف كل شيء، يعرف الحمد لله. فرحانين بيه، مرحبا بيهم الناس كل سواهم. احنا في العالم نصوروه في الفيسبوك، لما ينام نصوروه في الفيسبوك لما ينام بالعاني. صور مشهورين بالقلب التوانسه. خليه التوانسه رايدين، التوانسه راه فيهم اللي يلبس البرنوس، فيهم اللي يلبس الفيستا، وفيهم اللي يلبس الجبه، فيهم كذا قلبان. فين ما يقبل الفيستا مش بتاع نسخن، قلبان البرنوس هذا مش بتاع نسخن. هاي خليونا رايدين. السيد الوزير انا باش نعطيك مصدر على القانون هذا، قلناه عديد المرات في الخيمه. اما نذكر سيادتك بركه، والخيمه هذه كلها كانت عايشه معانا الكل ما فيهم العبد لله نهار 12 مارس الى حد اليوم، اكبر اعتصام في تاريخ تونس منذ الاستعمار، بل حتى قبل الاستعمار. المشهد اللي اكبر تواس يا سيد الرئيس، يا سيد الوزير في القنوات التلفزيونيه، سيد الوزير المشهد اللي اكبر تواس وقت اللي تعدى في الوطنيه 2 مئات الاطفال بباقات الورود للسياح. اللي صار في المستير هذا ما صارش في تاريخ مطارات الجمهوريه الكل. مع احترامنا لكافة المطارات، جات أطفال أبناء المنستير والقيروان والمهدية وسوسة قدموا باقات الورود. ولعلمك يا سيد الوزير الخيمة هذه بيت بنفس القماش حلوا في وسطها السياح وجلسوا لهنا وقالوا نستمتع وسنستمتع بالمنستير إلا أننا نتألم. احنا يا سيد الرئيس وقت اللي جينا للخيمة وبدينا نطرح بالإشكال، سيد وزير ماناش باش نزيدوا نعيشوا ناس، كنا بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة. الامن الوطني يخدم في خدمته، الاداره العامه للمطار بامرها ومحافظها والناس الكل تخدم في خدمتها، وكان الاعتصام 5 شهور سلمي 100% والى حد تو. الا انه ما صار كون الشركه التركيه دخلت على الخط، حبت تهمش الاعتصام هذا، حبت تهرب العمال التاعبين برشا على راسهم اللي كان يحكي لك عليهم عمال المناوله. جميع اعوان واطارات مطار المنستير يا سيد الوزير 3700 فيه، لا واحد فيهم الى حد تو طلب مطالب اجتماعية بما فيهم الناس اللي تو موجودين ومثلوا قطاعات إلا من خانوا الضمير، وعديد منهم خانوا الضمير وخان مبادئ وتنقل لنفيذة على 50,000 وعلى 100,000. وهذا الكل تهميش وتشويش سبب فيه شركة طب التركية زيادة على اللزمة المشبوهة وكراس الشروط المشبوه المتلازم مع كراس شروط آخر موجود بنفيذة. ويعلم ربي يا سيد الوزير كيفاش طلعوا كراس الشروط هذوك، وكراس الشروط هذوكم كانوا موجودين على قرص، ما معناها قرص، وتم تسجيلهم. فما رجال شرفاء صوروا واجتهدوا لفائدة نذكر اساميهم، قاموا بالواجب وموجودين هنا يعرفوا اساميهم، وجابوا كراس الشروط هذايا واللي جابوا لتاريخ تونس باش نجمنا احنا نواجهوا التاب ونمشيوا للقضاء
وكيل الجمهورية كلمنا شخصيا وقلنا شدوا على أيديكم، نطلبنا القضاء التونسي ويقول قضية كبرى، ستكون قضية كبرى في تاريخ تونس. قلنا نسمع يا سيد الوزير بقضية تحقيق 15 عميد القضاة في تونس يوقف عبد العزيز بن ضياء. لقيناه هو اليوم يبحث في سمير الخياش. الجمعة التالية احنا معاه في ابتدائي تونس. يبحث في وزراء آخرين، ويبحث في وزير أول سابق، ويبحث ويبحث ويبحث. وهذا القضاء التونسي الآن مش يبدأ باستقلاليته الحقيقية وقائم بواجبه. اليوم قالوا مطار المستير ماهوش حديث متاع شكاية أبو دينار في الشارع. لقينا الإثباتات. كيفاش يا سيد الوزير القضاء التونسي والمحامين واللي يخدموا في الواجب هذا الوطني خرج برواته بدون مزية وما عندهم حتى طموح لا اجتماعي لا سياسي لا واقعي إلا أنهم يحسوا نهار روحهم كما فلاق التونسي عهد الاستعمار قاموا بواجب. كيفاش المحامين تلقى القضاء حال اليدين والخيمة تنسحب؟ الخيمة قالت لك ما ننسحبش، خيمة قالت لك زدتوا دعمتوني كي وصلتوا للقضاء، خيمة قالت لك فرحانة برشا كي القضاء التونسي أعطاني هاك الشحنة باش خلاني نبات في البرد هنا. الأطفال باتت في المكان هذايا وقتاش؟ وقتها زادوا سمعوا للتحقيق 15 وعميد قضاء التحقيق والتحقيق التاسع تبنى القضية. اللي سمعوا للعبيد الثامر قاضي التحقيق الرابع تبنى القضية. وقتها قالوا الخيمة اليوم 325 باش يوليوا 1000 يوم. وسنواصل. وعندنا ضيق ما جاش الأول يجي الثاني يجي الثالث، أما شنو صار يا سيد الوزير؟ الوجه الأول لوزارة النقل ممثل في وزير ليس كالوجه الثاني فيما بعد فيما انتقل. واليوم أنا نحس نعرف كي يتكلم حاتم ولا كي يتكلموا هذم حتى ساكتين، شنو يحبوا يقولوا؟ يحبوا يقولوا يا سيد الوزير راهو للأسف ندافعوا على حظوظ خيمة.